بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكان درسنا سلبنا برجال إذا بس ترت مسألة هذه قبل جنبولدي. نعم ذكرنا المسائل الأربع، الأول العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. بس أي تبوت كان ذكى ترت مسألة بو برينس علم أولشليك، كنس عمل قلشليك، وتشنس بنج دعوة قلشليك، ترتنس صبر قلشليك. معناه شو ترت مسألة دور. والدليل عليها سورة العصر. معناه شو ترت مسألة يا عصر سورة سدال البلد. وأخذنا أن الصبر على ثلاث أقسام، على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله. وبزايت بودكان إذا جانا صبر وش خصمي بولند برينس الله هنا تاعد دا صبر لي بولش بردام بولش إكينس الله هنا معصيت دان حرام قيان الناس لرجع حرام قيان الناس لرجع صبر لي بولش ليك وشنس تقدر دا صبر لي بولش ليك. نعم الآن ندخل في القسم الثاني المسائل الثلاثة. عند بس كتابنا إكينش قسمي قوتمز إكينش قسمة وش مسألة حق ده جبر هذا. نعم قبل أن ندخل في هذه المسألة الثلاثة نعرف التوحيد، ما هو التوحيد شرعا؟ بوم أش مسألة أورجانشتن ألدن بس للبلن توحيد حق ده أزجنا بحصير تمس. لأنه قد يسألك سؤال يقول هل أنت موحد؟ تقول نعم أنا موحد. يقول ما هو التوحيد؟ شو كبر أدم سيدنا سورة قال شو ممكن سيد توحيد كيش ناس مس موحد مسز س هم واحد من مسز. أكيد وسام ناتور جاب بير قارشن ممكن شو يمكن بس ألتن أورجان قارشن مسكرة. نقول التوحيد وأفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. توحيد يعني معناه يعني الله تعالى يلغس وبرد بإتقال قلش لي نما ده الله تعالى نما خاص بس الله تعالى نما خاص سك إيش نرسه خاصتر ربوبية صفاته ألوهية وأسماء وصفات الله تعالى اسم الله وصفات الله رضي الله عزدك إدخال خلش لك. نعم توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية ربوبية توحيد بسبب الله تعالى صفات الله رضي الله عزدك إدخال خلش لك. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا تصرف أي عبادة إلا لله. ألوهية توحيد بسبب بو إبارتنا فقط الله تعالى يقلش لك بلد. الثالث توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. اسم وصفات لر توحيد بوسا الله تعالى عن اسم وصفات لر ده ونشيري يوق تنسز يوق وأخشش يوق دب إدخال قلشري. بأن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. حقيق بو توحيد الأسماء والصفات نين حقيقة شندكي الله تعالى وزن قندي أتجن بوسا ورسول الله özlərinin sünnətlərdə Allahın qəndi sifətlər isimlərlə atagan bizlər osha sifətlərini biz ham isbat qilishligimiz va nunasi Allah subhanahu wa taala masalatul xalq va Allah taolani o'xshashi yo'q u mahluqlarga o'xshamaydi deb e'tiqod qilishligimiz va nam fi kul ma nafa Allah an nafsi wa nafa anha rasulullah sallallohu alayhi wasallam va Allah taolo o'zidan va rasululloh sallallohu alayhi wasallam sunnatlarida qaysiki bir sifatlarini Alloh taolodan nafi qilgan bo'lsa, ya'ni yo'q deb aytgan bo'lsalar, o'shularni biz ham nafi qilishligimiz. Na'am, ma hiya al-masail al-thalatha? Endi bu kitobning ikkinchi qismidagi 3 masala nima? Al-masala al-ula fiha ifrod Alloh subhanahu va taolo bir-rububiyya va bil-asma'i va sifat. 3 masalaning birinchisi shu haqida bo'ladiki, bu Alloh taolani Rabb, ya'ni yolg'iz yaratuvchi va sifatlarda yolg'iz deb e'tiqod qilishlik va الله تعالى اسمه وصفات لدي الغزلش بو برينش مسألة. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي ولا ولي ولا جني ولا صالح ولا غير. إكينش مسألة شو حق ده بولادكي بو فقط عبارات لنا فقط الله نؤذي قلش لك و الله تعالى الله تعالى هيش نرسانا شرك كلتر مسك حق ده بولادر يعني هيش بر zot hech bir maxluq shirk qilishga yaramaydi. Mayli payg'ambar bo'lsin, mayli farishta bo'lsin, hech qaysi biri shirk qilishga ular yaramaydi. Na'am, al-mas'ala al-thalitha al-bara'a min ash-shirk ahli. Al-mu'min yuhab hub kamil wal-kafir yubghad fi la hub bughd kamil. Uchinchi masala shu haqida bo'ladiki, al-wala wal-bara', ya'ni Alloh taolo uchun muhabbatlashish va Alloh taolo uchun yomon ko'rishlik. Ya'ni مسلمان کسی حقیقی یخش کرده و کافر بوده یمان کرده الله شون. فکیف
يكون التعامل مع غير المسلمين مع اليهود مع النصارى مع المجوس نعم اگر مسلمان یاش کرده یم بسی و مسلمان بگنلر دیمان کرده یم بسی این اولار بلن کنده معامله قلش مسیره بو حق ده هم سوز دیرت لده انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين مع الكفار مع اليهود مع النصارى الى طرفين ووسط حقيقة بو مسلمان ایماس یعنی یهودی و نصرانیان بلند میگن معامله ده آدم‌ها 3 قسم که بولند که چیکن بر قسم یک طرفته و بر قسم ارتده نعم قسم يتعرض لهم بالقتل والسب والشتم والتفجير بر قسم بسه بو همه کافرلرده مسلمان با مگلرده همه مثلا اولترش کرده پارتلاتش کرده شونده فتوه چکاره همه مثلا شو اعتقاد ده اولر وقسم يشاركهم في عيادهم وفي احتفالاتهم في طقوسهم في لباسهم. يانا برتراف بوسك بنو قرمة قرش بلار وشا خريستيان يهودي بلار بوغيالر بلار برغالي ده هم وشا قاندي بر بيرام لار بوسا قاندي بر عادت لار بوسا هم مثل برغالي ده قلشه ده برطمان اولترا ده برطمان بوسا برغامز ده وقسم يتوسط وهو الحق وبر قسم انسانلار بار کی بولار ارتده یعنی بو تمام انماز بو تمام انماز لا يتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم يفي لهم بالعهود من اشو ارتده بگنلار بولار حق تدرلار و بولارن اعتقاد شو کی بولارن اولترش ممکن بس بولارگه احد وفا قرنگن بسا احد وفا ده بس ثابت قدم ترشیمز کرک ومع هذا لا يشاركهم في عيادهم ولا في احتفالاتهم. وشو بدهم برجلك ده؟ أولار ده بيرام لار ده شركة إتقاد لار ده وأولار ده عادات لار ده. شنو قصش ديني بر معنى ده يعني أجر أولار ده عادات لار بولار ده بس أولار ده بس إشتراب قميص. يدعوهم إلى الإسلام. شو بدهم برجلك أولار ده إسلام يعني دعوات خلامس. يتعامل معهم في البيع والشراء. ولار بلن بس عالد صد علاقة لار قصي بولار ده. نعم هذه المسائل الثلاثة وشو 3 مسألة معنى شنان إبارات نعم والله أعلم الله يحشر عبلاد والله أعلم